حاولت الفت انتباه العالم من خلال قالب جديد هو قالب علبة السردين لكونه يشبه مدينة غزة من ناحية اغلاق التام، حيث ان يحيط بها جميع الحواجز من الجوانب، المجال الجوي مغلق، المجال البحري كمان مغلق بالصيادين. فحاولت استغل هذا القالب وضع بداخله قضية ألفت من خلاله العالم من خلال هذا القالب. طبعا حاولت انوع من ناحية القضايا، استخدمت في عندك القضايا الصحية، في عندي استخدمت تجديد هي مشكلة هجرة الشباب من داخل مدينة غزة. كمان لاحظت انه ما زال الحصار يشتد يوم عن يوم، فلاحظت انه كل ما اشتد الحصار كل ما حتى اصبح انه عالي المواطن الفلسطيني. مشكلة المواد البناء، مشكلة الطاقة، حتى المشاكل الصحية والنفسية التي يعانيها المواطن داخل مدينة غزة. في عندك الجدار الظالم الذي يحيط المدينة من جميع جوانبها، وحتى انتقل داخل مدينة الضفة كمان الضفة الغربية. هذه مشكلة المشكلة النفسية التي يعاني منها الشباب الفلسطيني نتيجة البطالة التي يعاني منها. كمان مشكلة الصياد، كمان مشكلة التعليم، حيث يتلقى بعض العديد من الطلبة منح لكن لا يستطيعون الوصول إلى جامعاتهم إلا من خلال بعض التصاريح الخاصة بهم، وقد يجدون صعوبة وتفوت عليهم الفرصة في التعليم. طبعا نقيت العلبة لأنه حسيتها أول شيء في عدة اتجاهات، أول شيء يتلقاها اللاجئ الفلسطيني كمساعدات، هذا واحد، فإذا من حد ذاتها مهمة جدا. كمان لسهول، كمان لأنها تشبه مدينة غزة من ناحية الغلاق التام التي يحيط بها جميع الاتجاهات، حيث أن مدينة غزة يحيط بها عدة حواجز بإضافة المجال الجوي المغلق والمجال البحري كمان مغلق أمام الصياد.